بشكر دكتور احمد صلاح ودكتور اسماء على ان هم بيدونا سيشنز منتل اونلاين، وان هم علمونا ازاي نمرن عقلنا زي ما بنمرن جسمنا، وان هم بيدونا طاقة ايجابية. وبشكر كمان دكتور عبد المنعم عشان هو بيحط نظام غذائي بيبقى مشبع وفي نفس الوقت بيبقى مغذي. وبشكر كمان كابتن عزت وكابتن يحيى وكابتن مصطفى النحاس عشان هما بيعملوا لنا مرنات عشان نحافظ على جسمنا وبيتعبوا برضه معانا. انا احب اشكر الدكتور احمد صلاح، واحب اشكر دكتور اسماء انا، واحب اشكر كابتن مصطفى النحاس، بحب اشكر دكتور كابتن يحيى الترك، بحب اشكر كابتن عزت على الفوتورك اللي هو بيدولنا الاونلاين سيشن والقبل كده. عايز اقول شكرا لدكتور احمد صلاح، دكتور اسماء، ودكتور مصطفى النحاس، هم علمونا حاجات نحافظ بيها على جسمنا. وعايزة أقول شكرا برضو لكابتن عايزة، كابتن يحيى، وكابتن عبد المنعم. ازيكم، انا بحب اشكر دكتور احمد صلاح لمجهوده الرائع عشان بيخلينا مستعدين نفسيا، واحب اشكر دكتور اسماء دكتور منتال، وبحب اشكر دكتور عبد المنعم دكتور الغذائي، وبحب اشكر كابتن يحيى الترك وكابتن مصطفى النحاس وكابتن عزت. انا حابب اشكر كل المدربين وكل الدكاتره اللي ساعدوني في فتره الحظر دي، وادوني حاجات اقدر اعملها عشان مستوايا ومنتل وكل حاجه تتحسن بعد الحظر، وشكرا برضو على اللي عملوه معايا قبل الحظر. شكرا. حابب اشكر كل الكباتن على الجهد اللي هم عملوه ده، زي كابتن احمد صلاح، كابتن احمد مجدي على الجروب الحلو اللي هم عملوه ده، وكابتن مصطفى النحاس على الفتنس اللي كان بيعمله لي، وكابتن يحيى الترك نفس الكلام ومعانا في زوم، وكابتن احمد صلاح على النصايح الحلوه اللي هو كان بيقولها لنا دي، ودكتور اسماء. انا زعلت كتير قوي، ثانك يو كل الكباتن. كنت شط. باي باي. دكتور احمد صلاح، ازاي حضرتك؟ انا عايز اشكر حضرتك جدا على السيشن امبارح. I just wanted to thank everyone على all their efforts، وطبعا دكتور عبد المنعم للنظام الغذائي ان هو خلينا احنا نحافظ على جسمنا، وطبعا دكتور احمد صلاح ودكتور اسماء على their mental advices، وان انا فعلا سمعت الكلام وكنت بكتب كل النوتس من كل فيديو بنتفرج عليه عشان اعرف اعمل الحاجات اللي انتوا طلبتوها مننا وعملناها فعلا، وطبعا الفيتنس كوتشز كابتن عزة، كابتن مصطفى النحاس، كابتن يحيى الترك. شكرا جدا يا كباتن على السيركل اللي فاتت. انا طبعا لازم اشكر كل مدربين الفيتنس اللي ساعدونا على زوم او اي طريقه تانية، كابتن مصطفى النحاس، كابتن يحيى، كابتن عزت، وشكرا لدكتور اسماء ودكتور احمد صلاح. احب اشكر دكتوره اسماء ودكتور احمد محمد صلاح ودكتور عبد الغني وكابتن مصطفى النحاس وكابتن يحيى وكابتن عزت. انا حابة اشكر دكتور احمد صلاح ان هو عمل لنا سبورت وبيحاول على قد ما يقدر يخلينا ان جود مود الفترة دي، وحابة اشكر دكتور اسماء، وحابة اشكر كابتن مصطفى النحاس وكابتن يحيى وكابتن عزت ان هما مهتمين بالفوتورك فيتنس بتاعنا الفترة دي عشان مستوانا ما يقعش لغاية ما ننزل التمرين، وحابة اشكر دكتور عبد المنعم ان هو مهتم بالغذاء بتاعنا عشان نفضل فت. شكرا. كنت عايزه اشكر كابتن يحيى وكابتن مصطفى النحاس على فيتنس اللي هما بينزلوه لينا، وكنت عايزه اشكر كابتن عزت على الفوتورك اللي بينزله لنا على الاونلاين سيشنز على زوم، وشكرا لدكتور اسماء وعلى الفيديوز للمنتل اللي هي بتنزلها لينا وعلى مجهودها معانا، وشكرا لدكتور احمد صلاح طبعا على مجهوده الكبير معانا والادفايسز اللي هو بينزلها لنا، وازاي بنقضي وقتنا طول الفتره دي، وان هو بيعتبرنا ان احنا زي اولاده، وشكرا لدكتور عبد المنعم على النظام الغذائي. عايز اشكر كابتن احمد سراج اللي هو عمل البروجرام ده، وكابتن احمد مجدي، وكابتن مصطفى راضي، وكل الكباتن الباقيه، ودكتور احمد صلاح ودكتور اسماء
ودكتور مصطفى النحاس وكابتن يحيى وكابتن عزت وكابتن عبد المنعم. شكرا جدا للافورتس والسبورت اللي انتوا اديتوها لنا. اسماء بشكر حضرتك جدا بتنظمي لي افكاري. دكتور احمد صلاح شكرا جدا بتعلم منك حاجات جديده جدا وحاسه لما ارجع الملعب هكون هاديه وقويه ثابته. دكتور مصطفى النحاس شكرا ببقى شبه مستر ماسل وانا شغاله معاك. كابتن عزت بشكر حضرتك بستمتع بجمل الفوتورك معاك. دكتور يحيى فعلا انا بحب تمرينك جدا. دكتور عبد المنعم بحب النظام الغذائي بتاع حضرتك. شكرا. انا عايز اشكر كل الكباتن يعني كابتن عبد المنعم دكتور عبد المنعم سوري كان من نيوتريشنست طبعا غيره مش هيبقى عندها نيوتريشنست صح. كابتن مصطفى النحاس ويحيى الترك طبعا فيتنس والاحمال من غيرهم هيبقى عندها الفيتنس وحش قوي مش هيبقى عندها قوه تحمل. كابتن عزت الفوت ورك طبعا يعني ظبط لنا الفوت ورك حتى ده يساعدنا في الفيتنس برضو. ودكتور اسماء ودكتور محمد صلاح احمد صلاح صاري يعني طبعا السايكولوجي او علم النفس يعني طبعا بيساعدونا منتلي جدا ومن غيرهم يعني مش هنبقى عارفين نعمل حاجه في التراجع على البروجرام الجامد ده. وأحب أشكر دكتور أحمد صلاح عشان هو بيحفزنا وبيفهمنا حاجات إحنا ما كناش مقدرين يعني عارفينها بس مش مقدرينها كويس تمام. وأحب أشكر كابتن يحيى وكابتن مصطفى النحاس شكرا جدا جدا وربنا يخليكوا لينا. وأحب أشكر دكتور منعم ودكتور أسماء هلا وحشتيني جدا و بس طبعا بالنسبه لكابتن عزت احسن حاجه ان هو كل مره بيجدد الفوت ورك بتاعه وشكرا جدا. وكابتن مصطفى النحاس وكابتن يحيى شكرا جدا على الفتنس وبيرجع لنا فعلا الفتنس بتاعنا والنفس بتاعنا كويس. وشكرا جدا دكتور اسماء على حضرتك بتعمله لنا. ودكتور احمد صلاح شكرا جدا على حضرتك بتعملوا لنا المعلومات اللي حضرتك بتقولها لنا انا الصراحه بستفاد منها وبدات اعملها. ودكتور عبد المنعم شكرا طبعا على الغذاء اللي حضرتك بتطلعه شكرا. مبدئيا انا عايزه اشكركم كلكم على المجهود اللي بتعملوه معانا وعلى البروجرام الجامد ده بروجرام مفيد جدا وتحفه يعني. طبعا كابتن سراج عايزه اشكره جدا وكابتن احمد مجدي كابتن مصطفى انتوا يعني الصراحه تعبتوا جدا في البروجرام ده وشكرا ليكم. دكتور احمد صلاح شكرا على الفيديوز وشكرا على زوم وبتدينا على طول نصايح مفيده. دكتور اسماء شكرا على الفيديو وشكرا على التشجيع والتحفيز. دكتور عبد المنعم شكرا على النظام الغذائي. كابتن مصطفى النحاس شكرا على زوم وشكرا على النصايح اللي بتفضل تديها لنا في زوم على طول ثانك يو. كابتن عزت شكرا على فوت ورك وزوم السيشن بتكون حلوة قوي وبحبها. كابتن يحيى ترك شكرا على زوم بيكون متعب قوي بس شكرا وثانك يو كلكم. حابة اشكر كل الناس اللي تعبت معانا الفترة دي especially دكتور اسماء ودكتور احمد صلاح على السبيريتس اللي بيدوها لنا وعلى الثقة اللي بيدوها لنا وبيخلينا نعدي الفترة دي بسهولة وهم واحنا مطمنين وهم بيساعدونا دايما. دكتور مصطفى النحاس وكابتن يحيى الترك وكابتن عزة ثانك يو جدا على الافرس الفظيعة وانكم بتاخدوا من وقتكم انكم تمرنونا وبجد ببقى فرحانة جدا لما بتمرن معاكم و I will try to do my best. Thank you so much. Bye. الاعداد النفسي على مجهوده معانا في الفتره دي وان احنا ازاي نواجه الفتره وان احنا ازاي دايما نكون بوزيتيف. وطبعا برضو بشكر دكتور اسماء دكتور المنتل على معلوماتها وبرضو بشكر دكتور مصطفى النحاس ودكتور وكابتن عزت وكابتن يحيى الترك على مجهودهم معانا في الفيتنس والفوتور. واخيرا بشكر دكتور عبد المنعم على مجهوده معانا دكتور التغذيه على مجهوده معانا في النظام الغذائي والدايت بلينز. شكرا كريم شوت. الحمد
بشكر دكتور احمد صلاح ودكتور اسماء ان هما دايما بيخلونا بوزيتيف، وحابه اشكر كابتن يحيى وكابتن عزت وكابتن مصطفى النحاس فور ذا ايفورت ان هما دايما مخلينا في الشيب بتاعنا عشان لما ننزل التمرين ما نبداش من الاول. وكمان حابه اشكر دكتور عبد المنعم ان هو بيدينا دايت بلانز مشبعه وفي نفس الوقت هيلثي وبتخلي جسمنا كويس. انا طبعا بشكر دكتور احمد صلاح ودكتور اسماء ودكتور مصطفى النحاس وكابتن يحيى ترك وكابتن عزت وكابتن عبد المنعم على كل المجهود اللي هما بيعملوه معانا. يعني انا فعلا من غير ما يعني مكنتش هوصل لسه للمرحله دي، كنت زماني كنت قاعده ما بعملش حاجه. فانا فعلا بشكرهم على المجهود اللي بيعملوه معانا. انا بحب اشكر كنيشات كلها، وبحب اشكر دكتور اسماء عشان هي متواصله معانا وبتحاول تخلينا نرجع زي الاول ونحاول وتخلينا تساعدنا ان احنا نعدي الفتره دي. تاني حاجه دكتور احمد صلاح برده هو عمل مجهود كبير قوي معانا وبيدينا سيشن اونلاين وبيدينا تمارين نعملها بيدينا حاجات نستفيد منها في حياتنا. دكتور عبد المنعم كل سيركل بيدينا نظام غذائي نمشي عليه عشان برضو ما وزننا ما يزيدش قوي. كل كباتن فيتنس كابتن يحيى تور كابتن مصطفى النحاس كابتن عزت كلهم عاملين شغل جامد جدا معانا علشان برضو نحاول نرجع لكتله بدنيه كويسه. Okay, so this is thank you لدكتور اسماء دكتور احمد صلاح عشان هم for the mental advice ان هم دونا من وقتهم عشان يدونا الكلاسز المنتل وكده، وكابتن عزت وكابتن يحيى وكابتن مصطفى عشان الفتنس. صراحة بس معاكم قوي بجد، تمارينكم بتبقى حلوه قوي، وان انتوا طبعا ثانك يو ان انتوا بتفرنا من وقتكم، ودكتور عبد المنعم عشان الدايت بلانز والبايولوجي انفورميشن يعني عشان عن دايت وكده. ثانك يو. بشكر دكتور عبد المنعم اللي هو خلانا نهتم بالويت بتاعنا، واشكر دكتور احمد صلاح ودكتور اسماء ان هما خلونا نرجع نعمل مديتيشن ونهتم بالمنتل. وكمان اشكر دكتور مصطفى النحاس وكابتن يحيى الترك ان هما رجعوا يدونا اونلاين سيشن ونهتم بالفتنس بتاعنا. واشكر كابتن عزت اللي هو خلانا كمان نشتغل معاه فوت ورك كلنا، وعشان برضو الفوت ورك دي حاجه مهمه ولما نرجع تاني الملعب ما نبقاش نسينا اي حاجه. شكرا يا دكتور احمد صلاح على التوجيهات اللي حضرتك بتقولها لنا، وانا متابعه برنامج كبسوله العقل وبحاول انفذ الحاجات اللي حضرتك بتقولها. دكتور اسماء حضرتك وحشتيني جدا، رغم ان احنا مش موجودين في الاكاديميه لكن انا بحاول انفذ تمرينات المنتل اللي انت كنت بتعلمها لنا واحنا في الاكاديميه. شكرا يا كابتن نحاس على تمرين كل يوم اربع اللي بترجعنا الاجواء الاكاديميه تاني. كابتن عزة تمرين الفوت ورك بتاعت حضرتك علمتنا ازاي نعمل فوت ورك في اقل مكان اهو. كابتن يحيى انا بستنى تمرين حضرتك كل يوم اتنين. ودكتور عبد المنعم شكرا على الانظمه الغذائيه اللي حضرتك بتنزل. انا عايزه اقول ثانك يو للدكتور عبد المنعم دكتور احمد صلاح ودكتور اسماء وكابتن عزة وكابتن مصطفى النحاس وكابتن يحيى الترك. ثانك يو فور يور ايفورت بجد، احنا اتعلمنا منكم كذا حاجه السيركل اللي فاتت، وان شاء الله نرجع قريب وتعلمنا بجد منكم كذا حاجه، مثلا زي البوزيتيف انرجيز واللي احنا لازم يكون عندنا اراده ويبقى ونقاسش من اي حاجه، واللي احنا ابطال وان شاء الله هنبقى ابطال وهنوصل اللي احنا عايزينه. فثانك يو وثانك يو كابتن احمد صلاح كابتن احمد مجدي على الايفورت اللي هم عاملينه. انا عايز اشكر الدكتور احمد صلاح والدكتور اسماء ودكتور مصطفى النحاس وكابتن عزت وكابتن يحيى ودكتور عبد المنعم على تعاونهم ووجودهم معانا. ان شاء الله احنا هنعمل اللي علينا ومش هنخسر عشان نفسنا وعشانكم كمان. في بدايه كلامي حابه اقول لكم ان انتوا كلكم وحشيني جدا. عايزه اشكر كلينج شوت كلها طبعا بكل مدربينها، بس سبيشال ثانكس لدكتور احمد صلاح ودكتور اسماء اللي هما بيحاولوا يخلونا ان جود مود، بيحاولوا يدونا منتل سكيل تساعدنا الفتره دي ان احنا نبقى احسن ونكملها بعزيمه واصرار. وحابه اشكر كابتن يحيى الترك وكابتن مصطفى النحاس وكابتن عزت عشان هما بيحاولوا يدونا احسن تمرين فيتنس ومصممين يمرنونا رغم الظروف اللي احنا فيها ورغم ان احنا ما عندناش امكانيات قوي، بس بيحاولوا يطلعوا احسن حاجه منها. وحابه اشكر دكتور عبد المنعم للدايت بلان التحفه اللي هو حاططها لنا، لان هي بجد مساعدنا كلنا ان احنا نمشي على نظام غذائي حلو وان احنا نحافظ على شكل جسمنا وعلى اور ويت. ثانك يو اول وجد وحشتوني. احب اشكر طبعا كل الكباتن اللي ساعدوني في الفتره الصعبه دي والازمه اللي ان شاء الله هتعدي على خير. احب اشكركم كلكم على المجهود اللي انتم عملتوه معانا في الفتره دي،
وإن شاء الله نرجع ونتقابل تاني يعني ونعدي الأزمة دي على خير. هو أول حاجة طبعا شكرا لكل الدكاترة وكل المدربين سواء فتنس أو سكواش اللي تعبوا معانا في البروجرام ده ويعني اللي خلوه بوسيبل. أول حاجة بشكر كيلين شوت كلها بمدربينها بإداريينها على مجهودهم الفظيع معانا. ثاني حاجة بشكر دكتور أحمد صلاح دكتور أسماء على مجهودهم الفظيع وإن هم مخلينا نكمل الفترة دي بطريقة بوزيتيف جدا ويخلونا نفكر فيها بوزيتيف وكأننا بيحاول هيقولنا المود ده كأننا في الملعب بالظبط. واحب اشكر دكتور مصطفى النحاس وكابتن عزت وكابتن يحيى الترك على مجهودهم معانا برضو وان هم باقل الامكانيات بيحاولوا يطلعوا احسن شغل وده فعلا اللي حصل ان هم اقل امكانيات ومش بنشوفه ولا بيشوفونا ولا معدات ولا اي حاجه بس بنتمرن وبنتمرن جامد عشان على قد ما نقدر نرجع نبقاش خسرنا فيتنس قوي عشان هو مهم جدا في السكواش. وشكرا كلين شوت وشكر خاص لدكتور عبد المنعم على الدايت بلان بتاعته عشان هي دي اهم حاجه عشان نفضل فيت. شكرا. Killing shot. Easily I do it. With it to the last breath.